السلام عليكم، وياكم محمد الحداد. شلونكم؟ بلاك فيو شركه ما اعرف اذا كنت سامع بها او لا، بس هي شركه اشتهرت بالعراق بالتحديد باجهزه التابلت، بحيث يستهدفون فئه وشريحه معينه من المستخدمين مع باكج متكامل، وبعد شوي راح اقول لكم شنو يعني باكج متكامل، وايضا مع ذواكر عاليه ما تقدمها بقيه الشركات وبقيه المنافسين. طبعا كاسم بلاك فيو مو اسم مشهور مثل سامسونج وهواوي اونر وريلمي وشاومي وبقيه الشركات الثانيه، احكي هنا عن الاسم بس. يمكن تنصدم اذا اقول لك بلاك فيو بمبيعات التابلت هي الاولى بالعراق. المهم بدون مقدمات، تعال نشوف جهازهم الجديد التاب 16. شو يقدم هذا الجهاز؟ طبعا هو جهاز من الفئة الاقتصادية، راح يكون بسعر 263 ألف دينار عراقي، نسخة 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت ذاكرة تخزين، يعني إذا نحكي تقريبا على 180 دولار. إذا انتبهتوا قبل شوية فقلت لكم الجهاز يجي مع باكج متكامل، والباكج المتكامل هنا القصد به هو محتويات العلبة نفسها، لأنه بالفعل الجهاز هذا يقدم باكج ما تقدمه بقية الشركات الثانية المعروفة. نتكلم عن علبة يجي بداخلها شاشة حماية، كفر ممتاز من البلاستيك راح يكون سمارت، من تسد الكفر راح تغلق الشاشة مباشرة، قلم تقدر انه تستخدمه وتكتب به، واكيد كابل الشحن وبلك الشحن. فهذا باكج متكامل بالنسبة لجهاز تابلت تشتري سعره 180 دولار، ما تحتاج اصلا انه تشتري اي شيء ثاني. البلاك فيو تاب 16 راح يكون عليه الشاشه 11 انش بحواف ومظهر جيد جدا، شاشه راح تكون بدقه الفول اتش دي بلس، ماخذه تقريبا 80% من الواجهه الاماميه، شاشه اشوفها جيده جدا. اكيد مره ثانيه بالنسبه لسعرها يمكن نقصها موضوع الريفرش ريت، بحيث الشاشه هنا تجي فقط مع 60 هرتز، واللي هو شيء اشوفه ناقص بهذه الشاشه. بس مع ذلك كم تلفون اليوم بالسوق سعره 180 دولار ينطيك كل الاشياء اللي حكينا عنها، 256 جيجا بايت و90 هرتز بالنسبه للشاشه. المهم فالشاشه هنا راح تخليك تشوف فيديوهات 1080 فقط كحد اقصى على يوتيوب. من الاشياء الثانيه القويه الى جانب موضوع الشاشه بالتاب 16 اللي اتفقنا انه هو جهاز اقتصادي، هو موضوع السماعات، بحيث هنا عندنا كواد سبيكر، اربع سماعات موجوده من الطرفين، والصوت هنا ممتاز جدا. تعالوا خلينا نشوفه. بس خلصنا من السماعات والشاشة، نجي للمعالج. فالجهاز هذا راح يكون عليه معالج اليونيسوك T616، والمعالج هذا من الفئة الاقتصادية، هو أقل من معالجات سناب دراجون 695، أقل من معالجات مثل الميديا تيك جي 99، بس بمستوى معالجات مثل الميديا تيك جي 85، واللي هي معالجات من الفئة المتوسطة الدنيا. اللي راح يوفر لك إياه هذا المعالج هو الأساسيات وأكثر، بحيث عادي جدا أنه تجيب هذا الجهاز تلعب به ألعاب وتقضي لك ساعتين أو ثلاثة باليوم ألعاب على هذا الجهاز. طبعا مو بأعلى جرافيكس، يعني مثلا بوب جي موبايل راح تقدر تلعبها على الـ HD تاخذ بها بحدود الـ 40 فريم، ألعاب ثانية راح تشتغل عادي جدا، بس ألعاب قوية كلش مثل الجنشين امباكت وما أعرف شنو، ذن الألعاب اللي تريد بيهن فريمات عالية أكيد لا، هذا المعالج ما راح يتحمل هذه الأشياء. معالج هنا راح ينطيك مثل ما قلنا الأساسيات وأكثر، تقدر أنه تفعل الـ PC مود اللي موجود بالسوفتوير اللي هنا، وتستخدم ماوس تربطه، تربط كيبورد وتحرر ملفات اكسل وورد، تستخدم الملاحظات اذا عندك امتحانات انت طالب تريد تدرس على التابلت، فهذا الشيء راح يخدمك اكيد. وعن تجربه صراحه، لانه بالبيت عندي جهازين من بلاك فيو صار لهم تقريبا سنه، وحرفيا كارفين عليها انكرف، سواء بمشاهده المحتوى، استهلاك الفيديوهات، او حتى بالاشياء والاستخدامات الثانيه. فهواي وظائف يسويها هذا الجهاز، والفئه المستهدفه هي الفئه اللي تريد الاشياء الاقتصاديه المتوسطه، اللي ممكن انه طفل يلعب العاب وكل شويه طالع الاعلان ويروح ينزل اللعبه الفلانيه ويحتاج ذاكره كبيره، فمثل هيك اشياء هذا الجهاز راح يفي بالغرض اكيد. بالنسبه للبطاريه هنا بالتاب 16 فراح يكون عندنا بطاريه 7680 ملي امبير، بطارية ضخمة أكيد بهذا الجهاز، بس الشاحن راح يكون عندنا 18 واط، فيحتاج الجهاز وقت حتى يشحن، فممكن أنه تخليه بالليل قبل لا تنام على الشحن، تقعد الصبح تلقاه مفول،
بس بالنسبة للبطارية راح تكفيك استخدام قوي يوم كامل بصورة طبيعية. لان مثل ما قلنا فالجهاز راح يجي وياه قلم، فالسوفتوير هنا تجربة القلم عندك هنا واجهة الدوك او اس مع الاندرويد 12. كنت اتمنى صراحة انه نشوف الاندرويد 13 على جهاز مثل هذا، لانه اوريدي الاندرويد 14 راح ينزل، بس ان شاء الله بالمستقبل نشوف الاندرويد 13 يجي كتحديث على هذا الجهاز. فمثل ما قلنا عندك هنا دوك او اس كسكن وواجهه خاصه ببلاك فيو، بها اشياء حكينا عليها قبل شوي مثل البي سي مود، بها اشياء ثانيه حلوه من ناحيه التخصيص ومن ناحيه الاوبشنات، بس هم متجهين نوعا ما الى الاندرويد الخام والى واجهه جوجل بدون اضافات هواي. هذا الشيء واضح طبعا حتى يكون الجهاز اسلس واسلس وتوصل التحديثات اسرع بمرور الوقت. اخيرا بالنسبه للكاميرات اللي موجوده على التاب 16، فراح يكون عندنا كاميرتين هنا، كاميرا 13 ميجا بيكسل وكاميرا 8 ميجا بيكسل، وبالنهايه هو تابلت فتجربه الكاميرات هنا مو اساسيه، يعني توثيق مستند حتى تصور ممكن لحظه والتليفون مالتك الاساسي مو عندك. فقلنا الكاميرات هنا مو اساسيه، بصراحه انا ما اعتبرها من مميزات الجهاز. واذا ردنا نحكي على العيوب، فمن العيوب الواضحه بهذا الجهاز بالنسبه لي هو موضوع الريفرش ريت. كنت اتمنى انه نشوف شاشه 90 هرتز هنا على الاقل حتى يكون السلاسة بالتنقل والتصفح أسرع وأفضل. بس نرجع مرة ثانية للزبدة والخلاصة من جهاز مثل هذا، مثل شركة اسمها بلاك فيو، بالنسبة لي أشوفها فاهمة السوق وتعرف المستخدم خصوصا العراقي شيريت. لأنه اليوم أنت إذا تروح تشتري تابلت وتفتح التابلت من العلبة أكيد راح تشتري ويا كفر، شاشة حماية، قلم، يمكن بعد فترة يمكن حتى تشتري له كيبورد. بلاك فيو فاهم السوق شيريت، وواضح سبب مبيعاتهم القوية بالعراق ان هم دا يسوون الشيء اللي تريده الناس. طبعا لازم نذكر انه بي سي اي هو الموزع الرسمي لمنتجات بلاك فيو بالعراق، ولازم تتأكد انه الاستيكر اللي قدامكم حاليا موجود على العلبة وعلى كل منتج من منتجات بلاك فيو حتى تحصل الضمان وخدمات ما بعد البيع. لانه اي منتج ثاني ما عليه هذا الاستيكر من بلاك فيو فاغلب الاشياء اللي راح احكيها بخصوص الضمان ما راح تكون موجودة، لأن هم حرفياً يقدمون ضمان ممتاز لهذه الأجهزة، سواء إذا كان عندك خلل مصنعي، سواء باستبدال وصيانة الأجهزة، فراح أخليكم روابطهم وأرقامهم أسفل بالوصف. فبس هذا كل شيء عن التاب 16. أكيد راح تخلص الامتحانات، تجي العطلة، تحتاج شيء رخيص وعملي. أعتقد هذه صفقة ممتازة إذا كنت ناوي تشتري هدية لطفلك، لأي شخص تاني يريد تابلت يشوف عليه أفلام، يلعب عليه كم لعبة ويتصفح مواقع التواصل وبذاكرة عالية. كتبوا لي رأيكم بالتعليقات أسفل الفيديو عن هذا الجهاز. تحياتي، أخوكم محمد الحداد، في مال الله.